بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في آخر إن شاء الله درس لنا في مقررنا حياة 4 حياة 318 للصف الثالث الثانوي المسار العلمي مجموعة العلوم والرياضيات. اليوم إن شاء الله راح ننهي الفصل الرابع لدراسة الوراثة البشرية والوراثة الجزيئية في موضوع اللي بيعتبر الموضوع الختامي أو راح نختم فيه هذا إن شاء الله الفصل، هو الـ DNA والـ RNA وبناء البروتين، أي البروتين. أوكي، نتابع إن شاء الله نبتدي. بداية نتعرف على أهم أهدافنا اللي إن شاء الله راح نحققها معاكم. فراح في البداية نميز أنواع ووظائف الـ RNA. هذا أول هدف لنا، راح نوقف ونميز أنواع ووظائف الـ RNA، خاصة إحنا في موضوعاتنا السابقة تعرفنا على أنواع الأحماض النووية، من ضمنها كان الـ DNA، درسنا تركيبه، درسنا تضاعفه، وأيضا كان الحامض النووي الريبوزي وهو الـ RNA. اليوم نتعرف على أنواعه وأيضا نوقف عند التركيبة، وكذلك راح نوقف بالضبط وبالتفصيل عند وظائفه. أيضا راح نذكركم ب ونستنتج مع بعض مفهوم الجين لأنه راح نحتاج له. إضافة راح نوضح مراحل بناء البروتين اللي هي عبارة عن الشفرة الوراثية. هذه أهم أهدافنا إن شاء الله اللي راح نوقف عندها. ننظر في أول هذه الشريحة، نشوف تظهر إلينا ثلاثة أشكال مختلفة. هذه الأشكال المختلفة بتمثل ثلاث أنواع من الـ RNA. زين؟ شوف الشكل الأول. الشكل الأول راح يظهر إلينا المسنجر RNA. بيكون المسنجر RNA، وهذا المسنجر RNA بيظهر على شكل خط مستقيم، أي سلسلة واحدة. فإذا عادة الـ RNA بيكون سلسلة واحدة، ليست عبارة عن سلسلتين أو شريطين مثل ما لاحظنا وتعرفنا على تركيب الـ DNA. الـ RNA بيكون عبارة عن كأنه ماخذين إحنا سلسلة أو شريط واحد من الـ DNA، فبيكون هذا عبارة عن المسنجر RNA، فهذا بيكون شكل المسنجر RNA، وعادة بيكون من 5 برايم إلى 3 برايم. طبعاً هذه بتمثل إلينا ماذا؟ القواعد النيتروجينية. هذه اللي بارزة إلى الأعلى بتمثل القواعد النيتروجينية. ليش؟ لأنه هو بيكون عبارة عن مجموعة من النيكلوتيدات، والنيكلوتيدة الواحدة عبارة عن مجموعة الفوسفات ولكن سكر خماسي رايبوزي، ليس منقوص الأكسجين، هذا احنا أخذناه من قبل. سكر خماسي رايبوزي مع قاعدة نيتروجينية بيصطفون، هذا عبارة عن القواعد النيتروجينية. وعزيز الطالب أيضا أذكرك أن هذه القواعد النيتروجينية بتكون عبارة عن قاعدة الأدونين، هل موجود ثيامين؟ لا، وإنما بيكون يوراسيل وعنده جوانين وكذلك سايتوسين، هذه القواعد وبتكون بشكل مفرد. يعني بما معناه نشوفها ممكن يجي لنا هنا أدونين، بعده ممكن يجي جوانين، سايتوسين، يوراسيل وهكذا على طول هذه السلسلة يصطفون. يمكن أيضا تتكرر اليوراسيل، سايتوسين، سايتوسين، جوانين، أدونين، أدونين وهكذا على طول سلسلة المسنجر RNA. المسنجر RNA أو يسمى لو ترجمناه إلى اللغة العربية بالرسول. ما هي وظيفته؟ وظيفته راح يحمل المعلومات الوراثية من الـ DNA الموجود في النواة وبيتوجه إلى السيتوبلازم علشان بيساعد في تصنيع البروتين. فإذا نكرر وظيفة المسنجر RNA اللي يسمى في اللغة العربية الـ RNA الرسول. المسنجر RNA لو ترجمناه RNA الرسول، بيحمل المعلومات من الـ DNA، وراح نوقف إن شاء الله بعد ذلك كيف راح يحمل المعلومات في صورة ماذا. زين، ف
فبعد ذلك بيتوجه إلى النواة علشان يساعد، بيخرج من النواة بيتوجه إلى السيتوبلازم علشان يساعد في تصنيع أو في صنع البروتين. هذا عندنا النوع الأول من الـ RNA، المسنجر RNA. الشكل الثاني، الشكل الثاني يمكن مر عليكم أعزائي الطلبة بس أيضا أساعدكم، بيكون عبارة عن الـ RNA أو الـ RNA الرايبوسومي. الـ RNA الرايبوسومي، الرايبوسومي معناته إلى علاقة بالرايبوسومات. وفعلا هذا النوع من الـ RNA عزيز الطالب راح يساهم ويساعد في تصنيع الرايبوسومات. هذه عبارة عن رايبوسومات، هذه الرايبوسومات بتكون عبارة عن RNA زائد بروتين، بيكون عبارة عن RNA مع بروتين، فبيتكون الرايبوسوم. والرايبوسوم لو لاحظت عزيزي الطالب احنا راسمينه هذا الشكل، يظهر لي جزئين، هذا الجزء الصغير وهذا الجزء الأكبر بالتصقيم مع بعضهما. هذا الرايبوسوم اللي بينتشر عادة في سيتوبلازم الخلية. نجي نشوف أيضا ونتابع أنواع الـ RNA، فبيظهر إلينا النوع الثالث وهو الترانسفير RNA أو الـ RNA الناقل. RNA الناقل أهم وظيفته أنه بينقل الأحماض الأمينية إلى الرايبوسومات، يعني بيوضعها إن شاء الله، بنشوف إن شاء الله لاحقا أيضا لما ندرس الشفرة كيف بينقل الأحماض الأمينية وبيوضعها زين في الرايبوسومات، بيكون بيوضعها بطريقة منظمة زين حسب شفرات معينة، وبالثم معناته بيساعد في أيضا تصنيع البروتين، فهو معناته ناقل بينقل الأحماض الأمينية. هذا عندنا بالنسبة إلى اللي هو عبارة عن الأنواع الـ RNA. طبعا الترانسفير RNA لو جيت إلى شكله ماخذ هذا الشكل عزيز الطالب زين، لكن هو عبارة عن سلسلة واحدة، له شريط واحد، مو عبارة عن شريطين متقابلين أبدا، بيكون شريط واحد. هني في هذه المنطقة تسمى بمنطقة الكودون المضاد، ومن ثم في الأعلى بيحمل، خلني ممكن أرمز له بهذا الشكل، بيحمل الحامض الأميني وفقا للكودون المضاد. هذا الكودون المضاد إلا إلى كودون أو شفرة على المسنجر RNA، ومن ثم معناته راح يحمل الحامض الأميني وبيوضعه في مكان الصحيح في السلسلة البيبتيدية. هذا إن شاء الله أيضا راح نوقف عنده. فإذا أعزاء الطلبة أبغيكم تحطون في اعتباركم حاجتين، الأولى إن الـ RNA في شكله صح بيختلف في أشكاله، لكن دائما بيكون عبارة عن سلسلة أو شريط واحد، قد يكون هذا الشريط بهذا الشكل أو يسهم ويتعاون مع الرايبوسوم يكون إلينا، يتعاون مع البروتين أو يتحد مع البروتين عفوا ويكون إلينا هذا التركيب اللي هو عبارة عن الرايبوسوم، أو ممكن ياخذ لنا هذا الشكل وهو أيضا عبارة عن شريط. هذا الشريط في منطقة تسمى بمنطقة الكودون المضاد، وبيحمل حامض أميني واحد عادة وفقا للكودون المضاد اللي بيقابل كودون أو شفرة على المسنجر RNA. هذه طبعا أنواع الـ RNA، RNA الرسول أو المسنجر RNA، الـ RRNA أو الـ RNA الرايبوسومي، والترانسفير RNA أي RNA الناقل. هذا من ناحية أنواع ووظائف الـ RNA. شوف أيضا عزيز الطالب مفهوم مر عليك من قبل، له عبارة عن مفهوم الجين. درست الآن وتكونت عندك فكرة واضحة إن شاء الله أتأمل في عن الـ DNA وأيضا عن كذلك الـ RNA من ناحية شكله، من ناحية أنواعه ووظائفه. الآن نبغي نوقف عند مفهوم الجين. الجينات عادة هذا عبارة عن مصطلح علمي يتكرر بكثرة
زين، حتى في أصبحت المصادر العلمية وغيرها تتكلم عن هذا، عندنا المصطلح اللي هو الجين. فلو سئلنا نفسنا ما هو الجين؟ طبعا احنا خدناه في مرحلة سابقة في الثالث إعدادي، مر علينا شوية أيضا في الصف الأول إعدادي عن الجينات، أو سميت في البداية بالعوامل الوراثية، بعد ذلك أعطيت هذا المسمى العلمي الجينات. ما المقصود فيها بالجين؟ فالجين لو جينا من عرفة علميا نقول تتابع عدد معين من النيكلوتيدات، لكن هذا التتابع هل بيكون في الدي ان اي أو في الار ان اي؟ عزيز الطالب ركز وياي، بيكون في الدي ان اي. ليش؟ لأن الدي ان اي يمثل المادة الوراثية، يعني معلومات المخلوق الحي كلها مخزنة في صورة نيكلوتيدات موجودة في جزء الدي ان اي. فلذلك هذا عندنا جزء الدي ان اي، شريطين يلتفان حول بعضهما بهذا الشكل. فتتابع عدد معين من النيكلوتيدات، هذا التتابع زين، هذا التتابع يسمى عادة بمثلين جين زين. فهذا التتابع بيكون عبارة عن نيكلوتيدات، وهذا التتابع من نيكلوتيدات راح يمثل جين. فيمكن يكون هنا عند هذا التتابع عبارة عن أدونين بقابلها في الجهة الثانية معناتها ثايمين، أو جوانين ثلاث روابط سايتوسين، وهكذا. يمكن يكون أيضا جوانين مع سايتوسين، أو سايتوسين مع ثلاث روابط جوانين، وهكذا. فهذا التتابع بيمثل جين معين. فإذا عزيز الطالب أكرر عليك هذا الجانب، مهم جدا يكون عندك فهم واضح في ذهنك عن مفهوم الجين، إن الجين بعد ما درست تركيب الدي إن إيه، تضاعف الدي إن إيه، اتعرفت على أنواع الآر إن إيه ووظائفه وشكله. جين ممكن يكون جين من النوع واحد زين، يكون من أدونين ثيامين جوانين سيتوسين، هذا جين من نوع ثاني زين. فهنا هذا يتكون من حوالي كم نيكلوتيدة؟ واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، خمسة، سبع، ثمان. هذا يتكون هذا الجين من رقم واحد من ثمان نيكلوتيدات. جين رقم اثنين يتكون ممكن لا فقط من ست نيكلوتيدات، فإذا اختلف من حيث العدد. يمكن جين حسب نوعية النيكلوتيدة، جين بتكون عدد النيكلوتيدات اللي فيه مركزة فيه جوانين وسيتوسين، جوانين سيتوس، جوانين سيتوسين، سيتوسين جوانين. في جين آخر لا تكثر فيه مثلا قاعدة أو نيكلوتيدة الثايمين مع الأدونين، وهكذا. فإذا اختلفت فيه نوعية النيكلوتيدات. أيضا حتى ترتيبها، جين ممكن تكون أدونين ثيامين جوانين سيتوسين، وبعد ذلك يقول لنا جوانين سيتوسين، جين آخر لا الترتيب يبتدي بجوانين سيتوسين، سيتوسين عفوا جوانين ثلاث روابط، أدونين ثايمين، وهكذا. فاختلف حتى ترتيب النيكلوتيدات، مع أنه هي نفسها بس اختلف الترتيب. فإذا الجينات تختلف عن بعضها البعض من ناحية بنلاحظ عبارة عن عدد النيكلوتيدات، كذلك عن نوع النيكلوتيدات وترتيب النيكلوتيدات. فمهم جدا عزيز الطالب توقف وكون عندك فهم واضح وصحيح بشكل علمي عن مفهوم الجين. نتابع. هذه الجينات اللي بيكون موقعها على الدي ان اي، وهي عبارة عن تتابع عدد معين من النيكلوتيدات وتختلف حسب ما ذكرنا، ما هو دورها في الصفات الوراثية؟ هل هذه الجينات إليها دور في الصفات الوراثية؟ زين، هذا الجين بتم نسخه إلى بيكون المسنجر آر إن إيه، أي إن الدي إن إيه بينسخ المسنجر آر إن إيه، فمعناته بصير نسخ إلى الجين. بعد ذلك المسنجر آر إن إيه بينتقل إلى السيتوبلازم، وبصير عملية الترجمة بالتعاون مع الترانسفير آر إن إيه
اللي بينقل أحماض أمينية معناته بصير بناء للسلسلة البكتيرية. هذه السلسلة البكتيرية اللي هو عبارة بيمثل بروتين، هذا البروتين بيمثل إنزيم معين بيتحكم في صفة وراثية معينة. هذا بصورة عامة، لكن أعزاء الطلبة أوقف فيها بشكل تفصيلي. له عبارة عن مرحلة بناء البروتين، هذا البروتين اللي بيمثل إنزيم معين بيتحكم في صفة وراثية معينة. كيف بصير مراحل بناء البروتين؟ مراحل بناء البروتين بتبتدي بأول مرحلة اللي هي عملية النسخ، وهذه أشرت إليها في المخطط. فكيف بتكون عملية النسخ؟ بتتمثل في بناء المسنجر RNA من الDNA، أي أن المعلومات الوراثية الموجودة في الDNA بتم نسخها في صورة شفرات إلى المسنجر RNA الموجود في النواة. بياخذها المسنجر من النواة وبروح إلى السيتوبلازم علشان يصنع البروتين. أعيدها بصورة مبسطة، إنه بصير عملية النسخ بتتمثل إنه بصير بناء إلى المسنجر RNA من الDNA، أي إن المعلومات الوراثية الموجودة في الDNA، هذه المعلومات كيف بتكون موجودة؟ موجودة في صورة شفرات، زين؟ اللي هي عبارة عن نيوكليوتيدات إليها شفرات، زين؟ فبتنتقل بتكون موجودة على المسنجر بياخدها بروح للسيتوبلازم وبصير عملية تصنيع البروتين. شوفها بشكل تفصيلي. كيف؟ أبغيكم تركزون وياي لأن بنتقل إلى شكل بيعطينا العملية بصورة واضحة. فإذا بصير عن طريق الDNA الموجود في النواة بيرتبط بإنزيم يسمى بلمرة الRNA بهذا الشكل. يعني عندنا هذا الشريطين مال الDNA، فهذا بيمثل إلينا الDNA، هذا الشريط الأول وهذا الشريط الثاني. فبينتقل أولا إنزيم بلمرة الRNA، هذا إنزيم بلمرة الRNA زين بيرتبط بأحد الأشرطة، زين لما يرتبط بأحد الأشرطة زين في هالحالة راح تبتدي عملية قراءة النيوكليوتيدات هذه الموجودة على الشريط اللي التصق فيه أو إذا اقترب منه إنزيم بلمرة الRNA، بتبتدي بعدين عملية قراءة هذه النيوكليوتيدات ببناء المسنجر RNA. عزيز الطالب في هنا نقطة مهمة جدا أبغيك تحط بالك إليها. هذا المسنجر RNA لاحظ بصير عملية بنائه من 5 برايم إلى 3 برايم، عادة من 5 برايم إلى 3 برايم، معناته الدي ان اي الشريطين لما ينتقل إليهم إنزيم بلمرة الار ان اي ويبتعد الشريطين عن بعض، معناته هذا الشريط اللي راح يكون قالب معناته بيكون من 5 إلى وين؟ إلى 3، من 5 برايم إلى 3 برايم، فهذا راح يكون الشريط القالب، أي النيوكليوتيدات الموجودة فيه راح تتكون إليها نيوكليوتيدات مكملة على الشريط الآخر اللي بيمثل المسنجر RNA، وبيكون من 5، وهذا بيكون في اتجاه النسخ من 5 إلى 3، بينما الشريط هذا مال الDNA بيكون يبتدي بـ5 وينتهي بـ3 في الاتجاه المعاكس، بينما الشريط الآخر من الDNA اللي ما راح يساعد في تكوين أو في بناء المسنجر يسمى بالشريط اللاقالب. فإذا عزيز الطالب أبغيك توقف عند هذه المفاهيم. أولا بتبدأ عملية النسخ عن طريق انتقال إنزيم بلمرة الRNA بيقترب بالشريط مال الDNA، وعادة بيكون من 5 من 5 برايم إلى 3 برايم. ليش؟ لأن المسنجر بيبنى من 5 برايم إلى 3 برايم، تتكون نيوكليوتيدات مكملة، زين؟ فبالتالي بيكون عندنا شريط قالب. إيش معنى شريط قالب؟ النيوكليوتيدات هذه بتكون بمثابة القالب اللي بيساعد في
تصنيع أو بناء نيكلوتيدات مكملة. يعني هني نيكلوتيدة الأدونين في عندنا الدي ان اي، لأن هذا شريط الدي ان اي، تتكون في الجهة المقابلة إليها على المسنجر أي نيكلوتيدة اللي هي قاعدة نيتروجينية اليوراسيل، ليس الثايمين، لأن هذا عندنا الشريط الآخر دي ان اي، وليس بيكون الشريط الآخر عفوا ار ان اي وليس دي ان اي. إذا كان دي ان اي تتكون عندي الثايمين، بس هني قاعد يتكون شريط المسنجر، فإذا راح تتكون قاعدة في المقابل إليها قاعدة الثايمين. نفس الشيء هني بما أنه بيكون أدونين معناته راح هني تكون قاعدة اليوراسيل، هني سايتوسين راح يكون جوانين وهكذا. زين، لكن في نقطة أيضا أحب أوقف عندها، هذه النقطة تتعلق بالمسنجر آر إن إي، وهي معالجة الآر إن إي. كيف يعني معالجة الآر إن إي؟ وجدوا العلماء إن شريط الدي إن إي القالب إلا بينسخ المسنجر آر إن إي، المفروض يكونون الشريطين تقريبا نفس الشيء في الطول، لكن وجدوا إن المسنجر آر إن إي بيكون أقصر من شريط الدي إن إي القالب اللي بيعمل على نسخه. فوجدوا السبب ماذا؟ إن المسنجر آر إن إي، خلني أمثله إليكم بهذا، من 5 برايم إلى 3 برايم المسنجر آر إن إي. هذا المسنجر آر إن إي، خلي لكم بقلم ثاني، في مناطق، هذه المناطق وجدوا العلماء بعد ما بحثوا في تركيب المسنجر آر إن إي، شافوا أنه بيحتوي على مناطق، هذه المناطق غير فاعلة تسمى بالإنترون، هذه تعرف بالإنترون، مناطق غير فاعلة. فوش بيسوي المسنجر؟ قبل لا يغادر النواة وينتقل إلى السيتوبلازم بيعمل على إزالتها، بيعمل على إزالة هذه المناطق زين، وبالتالي لما يزيلها وتضل هذه القطع اللي باللون الأحمر نشوفها، يعني تضل هذه القطعة، ليش أن أزال هذه القطعة؟ بالجهد تلتصق وياها الثانية وهكذا، بيكون من 5 برايم إلى 3 برايم، بيكون من 5 برايم إلى 3 برايم، فهو بيعمل على إزالة هذه المناطق، فبيصبح الشريط أقصر. هذه المناطق اللي بتضل أو بتبقى من المسنجر بعد إزالة الإنترون أو الإنترونات منها تسمى بكل وحدة منها بالإكسون أو مجموعة إكسونات. هذه الإكسونات اللي بتحتوي على الشفرات أو النيكلوتيدات اللي يمكن ترجمتها طبعاً لما ينتقل المسنجر إلى السيتوبلازم، ومن ثم يتم ترجمتها إلى أحماض أمينية. زين؟ فمعناته في هالحالة بيتكون معناته في هالحالة في النهاية هذا المسنجر RNA، المسنجر RNA وبيكون من 5 إلى 3. فبتم بعد ذلك ربط هذه الأكسونات مع بعض، فبتكون إلينا المسنجر RNA الناضج اللي بينتقل من النواة إلى السيتوبلازم، بيواصل الانتقال، فبروح هذا المسنجر بيغادر النواة وبروح إلى السيتوبلازم. عزيز الطالب، لما يروح المسنجر إلى السيتوبلازم لاحظ في وين اتجه إلى السيتوبلازم، ما راح يبقى لوحده في السيتوبلازم وبتتم عملية الترجمة، لا، في هناك أجزاء معينة زين، تراكيب معينة بتساعده في عملية الترجمة زين، وعملية بناء السلسلة البيبتيدية. فهذا الجزء بيمثل لنا شنو؟ الرايبوسوم، الرايبوسومات الموجودة في السيتوبلازم. وانت عزيز الطالب درست ايضا مسبقا في
المراحل السابقة إن الخلية فيها رايبوسومات تساعد في بناء البروتين عادة، زين، بس إحنا ما وقفنا عند خطوات بناء البروتين عن طريق الرايبوسوم. فإذا بيكون عن طريق ماذا؟ المسنجر RNA بروح بيتجه إلى السيتوبلازم وبيتصل بالرايبوسوم. هذا الرايبوسوم اللي بيتكون من جزء كبير وجزء ثاني، بيكون هذا الصغير وهذا الأكبر. هذا الرايبوسوم الجزء الأكبر فيه ثلاث مواقع، موقع E وموقع P وموقع A، زين، وهذا المسنجر RNA زين بيكون من 5 برايم إلى 3 برايم. لاحظ وياي عزيز الطالب أن هذا المسنجر RNA لما يستقر على الرايبوسوم، لاحظ هنا اللي هي عبارة عن القواعد النيتروجينية أو النيكلوتيدات. هذه النيكلوتيدات أو هذه القواعد في معناته بتكون ما يعرف باسم كودون، أي شفرة. هذا الكودون أو هذه الشفرة من وين جاي؟ وجد العلماء أن البروتين بيحتاج في تصنيعه إلى 20 حامض أميني. البروتينات في أجسام المخلوقات الحية بتحتاج إلى 20 حامض أميني لصناعتها، أي اكتشفوا أن هناك 20 حامض أميني وبساهم في بناء البروتين. فمن ثم قالوا أن هذه الكودونات الموجودة على المسنجر RNA هل بتكون كل كودون بيعطيني، أي كل قاعدة نيتروجينية، أوضحها إليكم، كل قاعدة نيتروجينية وليس كودون، كل قاعدة نيتروجينية راح تعطيني حامض أميني واحد، أي أن الشفرة أحادية، أي 4+1، يعني الأدونين بيعطيني حامض أميني واحد، الثايمي بيكون هنا على المسنجر RNA، اليوراسيل راح يعطيني حامض أميني واحد، الجوانين نفس الشيء السيتوسين، فمعناته راح يحصلون فقط على 4 أحماض أمينية، أحماض أمينية. فإذا هذا أقل من العدد المطلوب، فإذا حطوا العلماء افتراضات أو احتمالات، خلنا احنا نقول عفوا احتمالات، فقالوا بأن الاحتمال الأول أن القواعد النيتروجينية الأربعة كل واحد أو كل قاعدة بتمثل كودون وبيساهم في صناعة حامض أميني واحد، أي أن بتكون الاحتمال الأول هي بتكون الشفرة الوراثية أحادية. فإذا الأربع القواعد بتعطيني فقط 4 أحماض. قالوا هذا الاحتمال لكن الأول ليس صحيح، فوضعوا الاحتمال الثاني أن الشفرة الوراثية ثنائية، أي 4+2. لما نقول 4+2 معناته 4 × 4 = 16، معناته أن كل قاعدتين أي كل نيكلوتيدتين بيجون مع بعض بيشفرون أو بحددون حامض أميني واحد، فمن ثم راح يحصلون حصل على 16 حامض أميني، وإحنا المطلوب لصناعة أو لبناء البروتين 20 حامض أميني، فهذا أيضا أقل من المطلوب. فمن ثم افترضوا بأن الشفرة الوراثية ماذا؟ ثلاثية، أي كل 3 قواعد نيتروجينية أي 3 نيكلوتيدات بيجون مع بعض وبيساعدون في شفر حامض أميني واحد، أي بيعطونا في هذه الحالة لما نقول الشفرة الوراثية ثلاثية يعني معناته 3 × 4 = 16، 16 × 4 بيطلع لنا كم؟ 64 حامض أميني. وهذا الاحتمال هو الصحيح. ممكن تقولون أوه هذا أكثر من العدد المطلوب، إحنا محتاجين فقط 20 حامض أميني علشان نبني البروتين. بس هذا صحيح، ليش؟ لأن بعض الأحماض الأمينية لها أكثر من شفرة، بعض الشفرات تكون عديمة المعنى، فبالتالي وجدوا العلماء أن هذا الاحتمال هو الصحيح، أن الشفرة الوراثية ثلاثية، أي كل 3 قواعد نيتروجينية أو 3 نيكلوتيدات راح يشفرون أو يحددون حامض أميني واحد، ثم راح تكون الشفرة الوراثية. أعزائي الطلبة، بنشوف هذا الجدول بيوضح لنا عدد الشفرات الوراثية 64،
اللي بيساعد في بناء البروتين أي بناء الأحماض الأمينية. فبنشوف بعض الشفرات مكررة زين لأنه لنفس الحامض الأميني، وبعضها بتكون عديمة المعنى زين، ومن ثم بتظهر إلينا هذه 64 شفرة، بالإضافة إلى أن في هناك 3 شفرات بتساعد في إيقاف بناء السلسلة البيبتيدية، وهي عبارة عن شفرة اليوراسيل أدونين أدونين، يوراسيل جوانين أدونين، يوراسيل أدونين جوانين، وشفرة أخرى اللي بتبتدي فيها عادة السلسلة بناء البروتين البيبتيدات اللي هو عبارة عن شفرة الحامض الأميني الميثونين. عادة شفرة تكون أدونين يوراسيل جوانين، بما معناه لما تبتدي عملية سلسلة بناء السلسلة البيبتيدية بتبتدي بإضافة أول حامض أميني، هذا أول حامض أميني بيكون عبارة عن الميثونين اللي بتكون شفرته عبارة عن الأدونين اليوراسيل جوانين على المسنجر RNA، من ثم بقابلة لترانسفير RNA اللي بيحمل الكودون المضاد، ومن ثم بينقل الحامض الأميني الميثونين في بداية السلسلة البيبتيدية عشان يبتدي من ثم بناء البروتين. نوقف الحين أعزائي الطلبة عند آخر جزء لنا في درسنا، وهو هذا النشاط. هذا النشاط زين بيمثل إلينا اللي هو بيظهر إلينا شكل، هذا الشكل طبعا يكون مطلوب من عندنا التسلسل المحتمل للمسنجر RNA اللي بيتكون من شريط DNA زين، والمسنجر RNA عادة بيكون من 5 إلى 3 زين. فمعناته بنشوف الآن هذا الشريطين مال الدي ان اي كل واحد موجود فيه مجموعة من النيوكليوتيدات أي القواعد النيتروجينية، فبنشوف أي واحد إلا راح يكون عندنا المسنجر RNA. فإذا كان عندي هذا الشريط من 3 إلى 5 معناته اللي راح يتكون بيكون من 5 إلى 3 زين، فمعناته بيكون هذا الشريط وليس هذا الشريط زين. فمن ثم بنشوف الحين هذه القواعد اللي هي النيوكليوتيدات اي منهما بيكون الصحيح زين. اولا الاحتمال الاول، انا ابغي احنا نبغي المسنجر RNA اللي هي عباره عن التسلسل القواعد النيتروجينيه او النيوكليوتيدات او الشفرات الموجوده على المسنجر زين، فهل راح يكون رقم 1 أو رقم 2 أو 3 أو 4؟ ما دام إحنا نتكلم عن المسنجر معناته المفروض ما يكون فيه ثايمين، فإذا ما دام هذا الاحتمال موجود فيه ثايمين فمعناته إحنا بنستبعد رقم 1. أيضا رقم 3 موجود فيه الثايمين فبالتالي راح نستبعده، فبيكون عندنا الاحتمال ما بين 2 و4. خلنا نشوف الإجابة زين، شلون بنحصل على الإجابة؟ ممكن عن طريق نحن نجي وننسخ ونشوف القواعد أو النيوكليوتيدات المكملة على الشريط مال المسنجر RNA. فإذا كان إحنا عندنا هني ثايمين مفروض يقابلها ماذا؟ أدونين. إذا هني كان عندنا أدونين معناته يقابلها يوراسيل. ليش؟ لأن في الـ RNA عزيز الطالب ممكن أنت أيضاً تحط في اعتبارك عشان ما تخطأ تقول الـ RNA، الأدونين بيتصل في اليوراسيل والجوانين بثلاث روابط مع السيتوسين، فمن ثم هذا الشريط مال الـ DNA بنلاحظ هذا إذا كان عندنا ثايمين معناته بيقابلها أدونين، هني أدونين بيقابلها يوراسيل وليس ثايمين، سيتوسين راح يكون جوانين، ثايمين راح يكون أدونين، أدونين معناته بيكون يوراسيل، ثايمين معناته هني بقابلها أدونين، ثايمين بقابلها أيضا أدونين، السيتوسين بقابلها جوانين، الثايمين بقابلها أدونين، والأدونين يوراسيل، وهني أدونين أدونين. لو بقارن الإجابة اللي حصلت عليها
عن طريق بناء النيوكليوتيدات المكملة على المسنجر RNA. فحصلنا هذه النيوكليوتيدات المكملة إلى شريط DNA القالب. نشوف فيها الحالة هل بتنطبق على رقم 2 أو رقم بيكون رقم 4. زين، لو تأملت وسويت المطابقة عزيز الطالب بتلاحظ إن هي راح تنطبق على رقم 4. بنشوفها تتطابق مع رقم 4. فأبغيك عزيز الطالب لو عطوك نشاط بهالطريقة أو أي تدريب تحط في اعتبارك وتنظر إلى القواعد وكيف تختار القواعد المكملة إليها، سواء كان على المسنجر أو مثلا من المسنجر إلى DNA. زين، أتمنى عزيز أعزاء الطلبة أن احنا قدرنا نستوعب هذا الموضوع اللي هو في النهاية أنهينا فيه الفصل الرابع، وهو عبارة عن التعرف على أنواع ووظائف الـ RNA بالإضافة إلى بناء البروتين من خلال عملية عبارة عن النسخ ثم بناء أو إضافة الاستطالة بإضافة مجموعة من الأحماض الأمينية زين في السلسلة البكتيرية، أي عملية الترجمة ومن ثم الانتهاء. شكرا إليكم، وأتمنى إن شاء الله استمتعتم في مقررنا حياة 318. شكرا أعزائي الطلبة.